وشوف جماله. انا عايز اركب لك حاجه عليه. ماشي. هنا تعالى كده معايا. يا ريت سويتشيرت اول. لا لا لا، انا هدي لك حاجه 36 بس المقاس. ايوه اهو. اتفضل حضرتك. ميرسي. اتفضل البس جوه. اهي حضرتك جوه. البس. خلاص. رد عليا. لسه يا فندم، لسه يا فندم. بس قول لي لسه. خلاص. لسه يا ستي لسه. خلاص. طب قول لي لسه بالراحه، انت عصبي ليه؟ خلاص رد عليا. احنا نلعب استغمايه. اجيب لك حاجه. خلاص خلاص انا بقي صوت. لا لا، لبست لبست لبست. ايه التحفه دي؟ ايه الجمال ده؟ ده انا سعيده سعاده. تعالى كده تعالى كده تعالى تعالى لي كده. مفيش مرايه نزلت عشان مش شايف البنطلون. اديني وشك اديني وشك. الله، شفت دول بقى؟ انا عايز مرايه. بص حضرتك هترتب هنا. شكرا. مع السلامة. باي باي. يا ستي انا عايز البنطلون والتيشيرت بتاعي. بقول لك ايه؟ وانا من ساعه ما دخلت وانا حاسس اني مش طبيعيه. بخ. انا هتبخ ايه؟ بخ. بخ يا شيل الزوم. بخ. بلاش الزوم. اقول لك. لما اقول لك بخ بخ. بخ يا وزفت ايه في البنطلون وفاضي. تفتكر ان انا لو ستي. سمحتي بنطلون. عشان. ما ينفعش تديني حد اكلمه. بس انا لو سمحتي اديني حد اكلمه. انت داخل عشان انا وحدانيه داخل تعاكس؟ وحدانيه عاكس مين؟ الشكل ده منظري تعاكس. انت من ساعه ما دخلت. ما ينفعش تديني البنطلون بتاعي. انا حسيت. لو سمحتي انا هتصل بالبوليس واعمل لك مصيبه. هو انا كل واحد يخش يقول لي جيب البوليس؟ ما انت شكلك معتاد على كده. ليه عملت كده؟ شكلك متعوده. ودي شكل ده شكلك كده بصراحه. رايح واللي جاي. انت بقول لك على بعضك شكلك غريب كده. ايه ده ايه ده؟ يا ست انا عايز حاجه. خليني اقول من وشك بقى. وانت بتقعد ما ينفعش كده يعني. تضيع الحاجه بتاعتك وترجع تقول لي. اضيع فين؟ انا في محلك حضرتك. انا مش في الشارع ولا في اتوبيس. هو انا غفير عليها؟ ايه غفير؟ انا مش غفير. انا في محلك والمحل متقفل ومفيش غيرنا تقريبا. في ناس كانت واقفه. لا حضرتك حضرتك انت شايفاني انا داخل لوحدي من بره. ايه ايه ايه؟ انت شايفاني انا داخل لوحدي من بره. ايوه شايفاك صح. يبقى من فضلك من ساعتك بهدوء اديني حاجتي لو سمحت. لما انت قلعت الهدوم جوه انا كنت جوه. حضرتك هتخش زي معايا جوه. حضرتك اللي سرقك واحد زيك زبون زيك. ازاي زبون زيي؟ طب حضرتك اتصرفي. طب اعمل ايه؟ ازاي ما اعرفش اتصرف ولا في حاجتي ورايا؟ اجري في الشارع. والعربيه واقفه ومفيش معايا ولا رخص ولا ورقه ولا مفاتيح. الله. تعالى زبون. اجري في الشوارع انا. يا ستي بلاش البرود اللي انت فيه ده عشان شكلك كده بارده ومش كويسه يعني صراحه. ليه فين البرود ده؟ حضرتك انت شايفه ان مفيش برود يعني ولا في ايه بالظبط؟ طب اعمل ايه؟ حضرتك تحلي لي الموقف اللي انا فيه. انا دلوقتي عايز حاجتي لان انا كل مصالحي في المحفظه بتاعتي. طب كده ده كلام تكلم انثى بيه؟ دي طريقه تكلم انثى بيها؟ يا ستي من فضلك لو سمحتي من فضلك من فضلك تاني ابوس ايدك. خلصي الموقف ده وخلصيه. مش هنبوس ايدين بعض عشان انا خطيبي لو دخل وقال لي تبوس ايدي تبقى مصيبه. يا ستي بلاش جنان. هقلق ازاي والحاجه مش موجوده جوه؟ انت في حاجه يعني ولا ايه بالظبط؟ تخش تقفل الشارع وترمي لي حاجتي بره. وهفضل انا كده في البرافا. فتفتك تعمل ايه؟ امال ازاي هاخد من جوه؟ مفيش لبس بتاعي جوه. اديني لبس وانا اخش. حضرتك تديني لبس. انا جوه اهو. اديني لو سمحت. يلا اقفل بقى. مش هقفل ولا هتزفت. هتجيبي الحاجه ولا ايه؟ اقفل حضرتك وهتقفل الهدوم. يا ستي من فضلك خلصي. لقيت لك حل. لقيت لك حل. ايه؟ قولي وتقيلي وخلصي. اهو الحل اهو. انت تديني القميص والبنطلون بتوعي. وامشي انا عريان يا اختي. لا عريان وده خلصت. يا سلام. اهو هتاخد الحته الحلوه دي هتحطها كده وتسترسب زي العمليه. انت بتستظرفي. بتستظرفي ولا بتستهبلي؟ في ايه؟ الله الله. تعال اتفضل اتفضل. ارفع بقى البنطلون سنه. ايوه هو هنا. هنا ممكن ناخد قطبه صغيره يتقطف قطبه اللي هي الشته. تاخد قطبه صغننه كده. وده ممكن برضو. شكرا ده. شكرا. مع السلامه. باي باي. ايه ده حضرتك البنطلون إيه؟ فين؟ في ايه؟ البنطلون. ايه ده؟ البنطلون بتاعي. بنطلون ايه؟ البنطلون لسه قلعه دلوقتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه حضرتك؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ يا هاني هاني البنطلون هو قلع جوه البنطلون ولا قلعه فين؟ نعم نعم. ثانية واحدة. ايوه انا لسه داخل دلوقتي. نعم لسه داخل دلوقتي. ما كملتش دقيقة. يمكن حضرتك لابس الاثنين. لابس ايه حضرتك؟ انا طالع ماسك البنطلون في ايدي. لو جه خطيبي ولاد بالزعالة هيبقى يوم اسود. يوم اسود على دماغكم كلكم. انا عملت لك ايه؟ اولع لكم فوق من المحل. ليه حضرتك؟ فين البنطلون؟
قطع الزبون سرقه. بقول لك ايه، فين البنطلون؟ حد سرقه. انا ماليش دعوه. بخ 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 يا الله يخليك، عشان انا بصي العمليه بتنطط في وجهي. بص انا انسه. ما بص انسه. ما تفرقش معايا. هتمد ايدك. ما تفرقش معايا، اروح فيك تفدعي. انا هتضرب وتجري. اضرب واجري ليه؟ انا عايز غيره اللي يضرب واجري. اما انت تعمل زي انا اقف اكسر واديلكوا المحل. يعني انت في ايه؟ يعني انت بتعمل زي بلبل قدره بقى. بلبل قدره ذكي قدره، اي حد ما بيهمنيش. كان يمسك طوبه بسني وراح خدته على الجاري. بص يا ست، انا مش بص من الاخر، مش عايز امد ايدي عليكي. حضرتك ولا تقدر تمد ايدك. هاتي لي اسخن تخين وسرعه نصين. حضرتك انا حاسه ان انا في المطار. مطار عزيز طيب. وانا راكب. بقول لك ايه، البنطلون صوتك شوف لنا البنطلون لو سمحت. اولا بعد اذنك. بعد اذن ايه وليله ايه؟ اديني يا ست الحميله بقى. اديني البنطلون اديك بتاعي. ايه؟ اديك ايه؟ تديني البنطلون بتاعي. همشي بايه بقى ان شاء الله؟ تمشي بايه انا؟ ايوه. او انا اديني انك تمشي كده؟ ايوه ماشي. هديك شورت بتاع حماده. ايه ايه ايه؟ شورت بتاع حماده. حماده مين يا ست؟ تمشي رياضي. مش انت رياضي؟ والنبي بقول لك ايه، الله يخليكي، الله يكرمك، عشان على اخري. خلاص خلاص انا مش هيرضيني. بص حضرتك، انت تحط دي كده هو وتسرسب زي الامامير. هوب 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 هوب. هوب ايه ونيله ايه يا ست؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه انت اللي في ايه ولا في ايه انت؟ الاسود ده قماش بقى، يعني غسيل ولبس ومكوى، ما تصورش بقى اشياء كتير. كويس. مقاس كام حضرتك عايز؟ 38. تمام. الله، تعالى تعالى ورينا بقى كده في النور. ايه الشياكه دي؟ تعالى كده. ايوه. لا ثانيه واحده اشوف الرجل حضرتك من تحت. ايوه. لا لا لا، ده حضرتك بقى بعد الغسيل اتفرج على جماله حضرتك. شكرا. مع سلامه الله. مع السلامه. اتفرج على جماله. يلا يا استاذ مبروك. ولو عايز الوانه انا تحت. لا اسكتي، ده في منه الحريمي تحفه. الحريمي قماش يجنن يجنن. لو عايزه منه البنطلون بتاعي مش موجود. لا هجيب لك اللي انت عايزاه. البنطلون بتاعي مش موجود. نعم البنطلون بتاعي ماله؟ مش موجود جوه. ايه ده ايه ده؟ تعال شوف يا ست. ازاي؟ ايه ده البنطلون يا هانيه؟ ايوه. هو الاستاذ قلع جوه؟ ايوه هيلع فين يعني؟ هيلع فين؟ في محفظتي وفي فلوسي وفي مفاتيحي. في 260 جنيه. حضرتك حاطط كل الحاجات دي في البلد؟ ايوه. طب ليه حضرتك مش عامل مثلا كوبي من ده؟ كوبي فين؟ محفظه بتاعتي. ليه وانا همشي باتنين كوبي معايا؟ هو داخل خرابه مثلا؟ لا مش خرابه حضرتك. ما تغلطيش. امال حضرتك كلمه في ايه؟ وانا بغير في الشارع. ما تغلطيش. مكان محترم. وانا بقول لك لا بصراحه باين انه محترم قوي. هو اتسرق زبون سرقه. اول مره نخش محلين. المفاتيح والعربيه والفلوس. واحد داخل المفروض ان هو محل محترم وناس محترمه عشان يشتري بنطلون. تمام. ايوه محترم. دخل عشان يقيس البنطلون. سيبك منها دلوقتي. ماشي. دخل عشان يقيس البنطلون، فبالتالي قلع بنطلونه القديم. حلو. طبعا هو مش حاطط في دماغه بقى ان هنا جماعه حراميه ونصابين وكده. اهوت فسيب. مش جماعه حراميه ده ست. انت مش حراميه. هيعمل ايه؟ انت حراميه. زبون. لا 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 انت حراميه. دخل هو جوه. كلم البوليس عشان يغير يجيب البنطلون القديم. تمام. بيبص ما لقاش البنطلون. نعمل احنا ايه بقى دلوقتي؟ البنطلون فيه فلوسي ومحفظتي. ما مسكتوش في ايدك ليه؟ ومفاتيحي. ما مسكتوش في ايدك. انت فاتوا ازاي يا ست انت؟ زبون سرق زبون. ما فيش حاجه اسمها زبون. هو هنا لازمتها ايه؟ الست دي صاحبه المحل. مرسي لي يا ست. دي صاحبه المحل ومسؤوله. طب ما حضرتك انا مش مسؤوله. انت مسؤوله. طب احنا كلمنا مفاتيحي وفلوسي ومحفظتي. البنطلون ده مش هيتقلق. مش هيقدر يمشي. مش هيغير غير لما انت تجيب البنطلون بتاعنا والحاجه اللي فيه. حضرتك اتصرفي. انا ماليش دعوه. اتصل بالاسم. مش هقلع البنطلون. بقول لحضرتك مش هقلع البنطلون زي ما بقول. غصب عنك. مش هقلع. ايه غصب عنك دي؟ مش هقلع. ايه غصب عنك دي؟ اوعى تشتري. ايه يعني احنا اللي بنسرق عنك هنا؟ مش هقلع البنطلون. هديك الشورت بتاع حسام ابن اخ. شورت ايه؟ شورت اصفر عندي هنا بتاعه. انت بتستهزئي بيا يا ست انت؟ يا ست في ايه؟ شورت ايه اللي نمشي بيه في الشارع ده؟ انت بتهرجي. انت بتهرجي. ممكن اقول الحل؟ طب اتفضلي قولي. من غير ما تتنططي في وشي. ايه الحل؟ قولي يا ستي. طب اهو الحل اهو. ايه الحل؟ بعد اذنك اهو. من الحل. بص حضرتك. أيوة. بص حضرتك. أيوة. ان شاء الله الاشارب الازرق الجديد ده بالنشا الجديد ده. ايه ده حضرتك؟ لان انا ما اقدرش استحمل مصاريف المحل كلها عليا. أيوة. بنطلونات وحاجات. أيوة. انا هاخد البنطلون بتاعي. أيوة. وحضرتك تاخد ده كده وتنزل لغايه عربيتك وتروح بسرعه. ايه ده 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 ايه ده
ايوه الله. لا ما تلبسش الحجاب، تعالي لي بقى قرب كده ارفع بس. لا ده كاجوال، اصل انت اول ما دخلت عليا حسيت جاهز بانك كاجوال كاجوال يعني. ايوه من هنا. لا حبيتك عشان لما تقعد، لما تيجي تقعد شكرا تريح. شكرا باي باي. سلام. باي باي. البنطلون كده يا نجاتي انفخ الدلالين عشان عيد الميلاد. ايه لو سمحت يا مدام. ايوه البنطلون بتاعي بس كان مادموزيل لو تكرمت. البنطلون طيب انا ما ارتبطتش. بنطلون ايه؟ البنطلون بتاعي كان هنا دلوقتي. ماله حضرتك؟ مش ماله، مفيش يعني، هو كان هنا دلوقتي. مفيش ازاي؟ انت قلعت هنا ولا هنا؟ لا هنا. ممكن حضرتك طيب انا يعني البنطلون. انا بدون وقت او امشي بلبوس في الشارع. لا تمشيش بلبوس. امال امشي اعمل ايه؟ انا هحلها لك. هتحلها لي ازاي يعني؟ اديك شرط بتاع حماده ابن اختي تخرج بيه. حماده ابن اختي في ايه؟ ما تخلينيش اقفل لك المحل ده. اقفل ايه؟ ما تقدرش طبعا اقفله لك. ازاي بقى؟ لا اقفل المحل طبعا. بخ 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 بابا بابا بابا. يا خبر ابيض. فرصه اهلا بيك. خضتيني. لا لا خضتيني. بتقولي انت خدتيني. اه ما تلخبطش. ازيك يا باشا؟ عموما بنطلونك في حفظ الصوت زي ما بيقولوا. أيوة. وكل حاجه اقول المحفظه والمحفظه والمفاتيح أيوة. كل حاجه. ماشي ماشي. اولا احنا سعداء جدا بيك. الفقره دي اتصورت. أيوة. لو حضراتكم عايزين تذيعوا هتقولوا نذيع، مش عايزين تذيعوا ما نذيعش. لا نذيع. نذيع ان شاء الله. شكرا. نذيع. متشكرين. والبنطلون حضرتك اللي خدته كادو ده مننا وميرسي والف مبروك. لو حضرتك عندك رغبه في انك تذيع هتقول اذيع. طبعا تذيع. لا نذيع على وقت الله بعد بخ بخ نذيع.